السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا شباب، وأتمنى تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض المحاضرة الرابعة من محاضرات المولكيولر بيولوجي، وهنتكلم فيها عن الترانسكريبشن. المرة اللي فاتت إحنا اتكلمنا عن الريبليكيشن وقلنا إن دي أول خطوة، فضلنا النهاردة إن شاء الله نقول الترانسكريبشن وبعد كده هنقول الترانسليشن. قبل ما نبدأ عايزين بس نراجع على الجزء اللي خدناه المرة اللي فاتت. عايز حد يقول لي ايه هي انواع الدي ان ايه بوليميريزس اللي احنا قلناها المره اللي فاتت؟ يلا يا شباب، مين هيرفع ايده؟ اتفضل يا هاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور، في البكتيريا في بوليميريز 1 و2 و3، وفي الهيومنز في الفا وبيتا وجاما ودلتا وابسلون. ممتاز. طيب قول لي البوليميريز 1 بيعمل ايه؟ البوليميريز 1 هو اللي بيركب البرايمر، اللي بيكسر البرايمر، بيكسر البرايمر. و3 هو اللي بيبني، و2 هو اللي بيصلح الاخطاء. برافو عليك. عكس 1 بقى في الانسان، يعني في الهيومنز اللي هو ايه؟ الالفا. الالفا عكس 1. الوان في البكتيريا بيكسر البرايمر، الفا هيومن بيبني البرايمر. اوكي، هو اللي بيعمل البرايمر. تمام. طيب بيتا، البيتا ده بيعمل ايه؟ بيعمل سواء اتنين في البكتيريا او بيتا في الانسان، وظيفتهم واحده وهي الدي ان ايه ريبير. برافو عليك. طيب رقم 3 في البكتيريا وظيفته ان هو بيعمل ايه؟ بيبني الدي ان ايه، بيبني، وله وظيفه ثانيه اسمها البروف ريدنج اللي هي برضو اصلاح الاخطاء. طيب مين اللي بيبني بقى عندنا احنا كهيومنز؟ في الالفا وبيتا وجاما، الدلتا بيبني الليدنج، والابسلون بيبني اللودنج. الدلتا الدلتا بيبني اللاجنج، والابسلون بيبني الليدنج. كويس، الليدنج. والابسلون بيشارك برضو في الدي ان ايه ريبير. ممتاز يا هاني. ناخد حاجه ثانيه. حد يقول لي يعني ايه اوريجين اوف ريبليكيشن؟ ايه هو الاوريجين اوف ريبليكيشن؟ وايه الفرق بين الاوريجين اوف ريبليكيشن في الانسان والبكتيريا؟ الاوريجين اوف ريبليكيشن ده يا جماعه حته كده اسمها التاتا بوكس. هاني برضو. طيب اتفضل يا هاني، عايزين حد تاني يا جماعه يجاوب. ماشي دكتور، هو الاوريجين في البكتيريا بيبقى يعني وان اوريجين، لكن أيوة. في الهيومن بيبقى مالتيبل اوريجين. ايوه برافو عليك. الفرق ان احنا عندنا احنا مالتيبل اوريجينز، لان شريط الدي ان ايه طويل جدا فبنبدا من كذا مكان، لكن البكتيريا هو وان اوريجين بس، وهو عباره عن تتابعات بنسميها التاتا بوكس، اللي هي تتابعات فيها A و T كتيره، يعني A and T rich sequences. طيب حد تاني بقى يقول لي الهيليكيز ده وظيفته ايه؟ من اسمه حتى، يعني حتى لو انت مش مذاكر اسمه هيليكيز، يعني بيعمل ايه؟ بيفك الهيليكس، صح؟ يبقى هو بيكسر بيكسر شريط الدي ان ايه اللي هو الدبل ستراندد، بيقسمه نصين، حتى من اسمه كده اسمه هيليكيز. اوكي، بيعمل هاف الدي ان ايه، بيكسر انهي روابط؟ الهيدروجين بوندز اللي بين الشريطين. حتى انا قلت لك الاتش هيليكيز، اتش هيدروجين بوند. اوكي طيب احنا خدنا ايه تاني المره اللي فاتت؟ طيب خدنا التيلومر، صح؟ حد يقول لي ايه هي التيليمرز وايه هو التيليموريز؟ التيليمرز اللي هي الديل بتاع الكروموسوم، صح؟ وقلنا ان مع كل انقسام للخليه الديل ده بيقصر، فعشان كده عندنا انزيم اسمه التيليمريز ده بيبني تيليمرز جديده ويزود عمر الخليه. اوكي
طيب ناخد بقى النهاردة نبدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة الترانسكريبشن. ترانسكريبشن هو، ثواني بس أجيب القلم، الترانسكريبشن يا جماعة هو إن إحنا بنعمل من الدي إن إيه بنعمل آر إن إيه، يعني بنسخ الشريطين دول إلى شريط واحد هو الآر إن إيه. طيب من غير ما تذاكر تقول لي الإنزيم اللي بيعمل الحكاية دي اسمه إيه؟ هو بيعمل إيه؟ بيعمل آر إن إيه، فهيبقى اسمه آر إن إيه بوليمريز، وبيعمله عن طريق الدي إن إيه فبيبقى اسمه دي إن إيه ديبندنت آر إن إيه بوليمريز. طيب قبل ما نبدا واقول لك انواع البوليمريزس ايه، الدي ان ايه، يعني انا شرحت لك المره اللي فاتت انواع الدي ان ايه بوليمريز اللي بتشارك في الريبليكيشن، المره دي هقول لك في انواع برضو للار ان ايه بوليمريز اللي بتشارك في الترانسكريبشن. لكن قبل ما ابدا انا عايز بس في حته كده يعني كلينيكالي كورليشن مهمه للترانسكريبشن. قبل ما تعرف الترانسكريبشن بيحصل ازاي لازم تعرف ايه هي الحاجات اللي بتاثر على عمليه الترانسكريبشن. عندك مثلا حد عمل لك طبخه حلوه كده وعمل لك فيها مشروم، المشروم من الحاجات الجميله المغذيه جدا، لكن هناك بعض المشرومز بتحتوي على توكسينز. حضرتك تاكل الاكله اللي فيها المشرومز دي يجي لك اعراض الهيباتايتس A، ودي حاجه فيري توكسيك فيري كريتيكال قد تصل الى الوفاه. ايه اللي بيسبب الحكايه دي؟ تسمم المشروم. التسمم المشروم ده في ماده اسمها الالفا امانتين، دي اشهر حاجه من الامانتو توكسينز، الاماتوكسينز اصلي، الاماتوكسينز اللي هي الالفا امانتين، الاماتوكسينز دي موجوده في المشرومز. الاماتوكسينز دي اول ما بتاخد الالفا امانتين دي بتروح توقف عملية الترانسكريبشن، يعني توقف عملية تحول الدي ان ايه لار ان ايه، يعني توقف انتاج البروتين، لان الار ان ايه ده هيروح يعمل بروتين، فجسمك يتوقف عن انتاج البروتين. مين هو اكتر عضو في جسمنا بيعمل بروتينات؟ هو الليفر، اغلب البروتينات الليفر هو اللي بيعملها، عشان كده اول عضو بيتاثر هو الليفر، ويجي لك اعراض تشبه اعراض الهيباتيتس A. تلاقي راجل كده ادلت او يعني كل اكله معينه، طبعا الادلتس اميون من الهيباتايتس ايه غالبا لان هو جالهم وهم صغيرين، لكن بتلاقيه جاله اعراض ابدومينال بين وفوميتنج وسيفير دياريا، وهنا الدياريا ممكن يبقى فيها دم، وتبقى الدياريا بتاعتهم مميزه بيسموها كوليرا لايك، يعني تبقى زي الرز زي ميه الرز كده كوليرا لايك. اوكي، فالمرض ده بنشخصه ازاي؟ بناخد عينه يورين ونقيس فيها نسبه الالفا امانتين ده في اليورين، فتكتشف ان هو عنده تسمم المشروم، ودي من الحاجات اللي بتعمل اللي بتوقف الترانسكريبشن. طب في حاجه تانية، في دواء مشهور قوي اسمه الريفامبيسين. الريفامبيسين انتيبيوتيك مشهور بيستخدم في التي بي، كلنا عارفينه في التي بي، وعلى فكره هو له استخدام تاني في النياسيريا، النياسيريا من الجيتيدس برضو بياخده الريفامبيسين. الريفامبيسين ده بيشتغل ازاي؟ بيشتغل عن طريق ان هو بيوقف الترانسكريبشن، ان هو بيعمل انهيبيشن للار ان اي بلوميريز اللي هو دي ان اي ديبندنت ار ان اي بلوميريز. الريفامبيسين ايه هي؟ له سايد افكتس مشهور اللي هي الريد سكريشنز. ريد سكريشنز اللي بياخد ريفامبيسين بتلاقيه دايما عنده ريد يورين. اوكي؟ طيب في حاجه ثانيه، في دواء احنا دايما قلنا ان الادويه اللي احنا هنتكلم عليها هي الانتي بايوتكس والانتي كانسرز، فمن ضمن الانتي كانسرز في دواء اسمه الاكتينو مايسن، برضو ده دواء كانسر بيستخدم في علاج الويلمس تيومر والرابدومايسر كوما والايونكسكور كوما الحاجات دي. الاكتينو مايسن ده بيشتغل ازاي؟ برضو بيشتغل عن طريق بلوكينج للار ان ايه بوليميريز، يعني بلوكينج للبروتين برودكشن، لانه بيوقف عمليه الترانسكريبشن. طيب ممكن حد بقى يجي يقول لي انت بتقول لي الار ان ايه بوليميريز، اتس اوكي، هل الار ان ايه بوليميريز هو واحد، هو انزيم واحد اسمه ار ان ايه بوليميريز، ولا زي البكتيريا زي الريبليكيشن كده في اكتر من نوع؟ هقول لك هو في البكتيريا
البكتيريا ما عندهاش غير ار ان اي بوليمريز واحد، ودي ميزه ان احنا نقدر نشتغل على الانزيم ده. لكن احنا عندنا في جسمنا ثلاث انواع من الار ان اي بوليمريز. ايه بقى هم الثلاث انواع دول؟ هم الار ان اي بوليمريز 1 والار ان اي بوليمريز 2 والار ان اي بوليمريز 3. طيب الار ان اي بوليمريز 1 و2 و3 ده بيعمل ايه؟ بيعمل الرمتي اللي هم ار ار ان اي اللي هو الرايبوسومال ار ان اي كويس، والام ار ان اي اللي هو الماسنجر ار ان اي، والتي ار ان اي اللي هو الترانسفير ار ان اي. فهي دي انواع الار ان ايز، رايبوسومال ار ان اي، ماسنجر ار ان اي، ترانسفير ار ان اي. بيعملهم بالترتيب ار ان اي بوليمريز 1، ار ان اي بوليمريز 2، ار ان اي بوليمريز 3. ايه هي حكايه ايه الرايبوسوم الار ان اي ده؟ ده الرايبوسومز موجوده في السيتوبلازم، هي مصنع البروتين اللي بيروح لها الام ار ان اي. ما هو الام ار ان اي هيخرج من النيوكليس يروح للسيتوبلازم للرايبوسومز عشان يخليها تعمل بروتين. طيب اللي عن طريق ايه؟ عن طريق الشفره الوراثيه اللي بيحملها الام ار ان اي اللي هو تتابع القواعد النيتروجينيه. اوكي طيب الار ان اي ده عشان يعمل بروتين محتاج امينو اسيد. الامينو اسيد دي مين اللي هيشيلها؟ محتاجين شيال. الشيال ده هو الترانسفير ار ان اي، هو ده اللي بينقل الار ان بينقل الامينو اسيد. تعالى بقى حط لي على رقم 2 ده هنزود عليه حاجه اسمها الاس ان سنيربس، ماشي؟ سمول نيوكليير ريبو نيوكليير بروتينز. احفظها بس، حط الاسم كده، انت طبعا مش عارف معناها، هشرحها لك النهارده ان شاء الله. وهنا زود عليها وبيعمل التي ار ان اي زائد حاجه اسمها 5 اس ار ان اي. طبعا انت دلوقتي مش عارف يعني ايه ال 5 اس ار ان اي، هشرحه لك واحنا بنشرح الترانسكريبت. لكن لازم تبقى عارف كده من البدايه هي ايه هي انواع الار ان اي بوليمريزس. عندنا ثلاث انواع، النوع الاول بيعمل الرايبوسوم ار ان اي، النوع الثاني بيعمل الماسنجر ار ان اي زائد السنابس، النوع الثالث بيعمل الترانسفير ار ان اي. طيب ممكن انت تقول لي ايه اول خطوه في الترانسكريبشن؟ هي ايه؟ هي ان انا اخلي الدي ان اي يتحول الى ماسنجر ار ان اي، يتحول الى ام ار ان اي. ازاي؟ هيجي بقى الار ان اي بوليميريز 2 ويشتغل على الدي ان اي وينساخه، يعني مثلا بتتابع معين كده، عندي مثلا اي سي جي اي تي سي مش عارف حاجات زي كده، في ده تتابع الدي ان اي، ينسخه في الار ان اي. الاي هيتحط مكانها دي، التي في الار ان اي اسمها يو، السي يتحط مكانها جي، والجي تبقى سي، والاي تبقى يو، والتي تبقى اي، والسي تبقى جي، وهكذا. فده اسمه ايه؟ اسمه ام ار ان اي، صح؟ صح. ممكن حد ذكي بقى من اللي قاعدين هنا يقول لي بص، هو مش الار ان اي ده المفروض بيطلع من النيوكليس للسيتوبلازم؟ هقول له اه صح. طب مش السيتوبلازم ده فيه، انت قلت لي المره اللي فاتت ان في انزيمات اسمها اكسونيوكليز، الاكسونيوكليز دي بتيجي تكسر الار ان اي. طب ما هو ده لما يطلع من الام ار ان اي، لما يطلع من النيوكليس للسيتوبلازم هيتكسر، مش هيروح يشتغل. هقول له برافو عليك، عشان كده الام ار ان اي ده قبل ما يخرج من النيوكليس بيحصل له تجهيز للخروج. هو التتابع ده ما اسموش الحقيقه ام ار ان اي، اسمه هنرنا، اتش ان ار ان اي. ايه الهنرنا ده؟ الهنرنا ده اسمه هيتيروجينس نيوكليير ار ان اي. طيب عشان احوله الى ام ار ان اي بعمل له بروسيسنج. البروسيسنج دي اسال نفسي، هي الاكسونيوكليزس بتتعرف على الام ار ان اي، على شريط الهنرنا ده او شريط الار ان اي ازاي؟ عن طريق النهايه اللي هي بتشتغل اكسو، يعني بتشتغل من الطرف، من طرف الخمسه داش او الثلاثه داش، يعني بتشتغل من الطرف من هنا ومن هنا. هقول لك طب خلاص انا هلبس الام ار ان اي من كل طرف حاجه، يعني هلبس له من هنا كاب خلاص، وهلبس له من هنا
تيل، فلما يخرج في السيتوبلازم الاكس نيوكليز تيجي تشتغل هنا ما تلاقيش فيه حاجه، ما تلاقيش فيه التتابع اللي هي عارفاه ان هي هتشتغل عليه، تلاقي فيه كاب فما تقدرش تكسره. تقول طبعا هروح اكسره من الناحيه الثانيه، عشان تروح تكسره تلاقي فيه هنا تيل، اسمه بولي ادينين تيل اللي ما تعرفش تكسره. العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها بروسيسنج. طب الكابنج ده بيحصل ازاي؟ عن طريق ان انا بضيف جوانوزين. جوانوزين بس لا، ميثايليتد جوانوزين، بضيف ميثايل جوانوزين. ليه ميثايل؟ اصل الحاجه اللي انا قلت لك المره اللي فاتت، الحاجه اللي عليها ميثايل ما بتقربش منها الانزيمات. حتى احنا قلنا المره اللي فاتت لما نيجي حته بتتكون غلط في الدي ان اي ريبير بيتحط عليها ميثايل جروب عشان تيجي تتشال، تمام؟ فدي بيحصل لها حاجه اسمها ميثايل جوانوزين، ده الكاب. طب التيل ده عباره عن ايه؟ بيسموه بولي ادينين، تتابع من الايه؟ من الادينين. ايه مثلا 6 ايه، هو عباره عن 6 ايه والتالت ده بيبقى محطوط فيه قاعده. المهم ان انت تبقى عارف حاجه اسمها البولي ادينين تيل والكابنج بتاع. الكابنج والتيلنج حولوا لي الهيتروجينس نيوكليير ار ان اي الى ام ار ان اي قادر على الخروج الى السيتوبلازم. ممكن حد ذكي جدا بقى يقول لي خلي بالك بس ثانيه واحده كده، هنا هو مش هنا الشريط ده انا نسخته من الدي ان اي عشان يروح يعمل بروتين؟ اقول له اه صح. هيقول لي طيب هو مش الدي ان اي بتاع، هو الدي ان اي بتاعنا كله بيعمل بروتين؟ لا الحقيقه لا، الدي ان اي بتاعنا اغلبه نون كودنج. انا لما قلت لك شريط الدي ان اي طوله 3 متر، هل كله جينات؟ لا، الحقيقه ان هو اغلبه نون كودنج سيكونس. هو احنا بيبقى عندي بيتقسم الى حته كده اسمها اكسون، دي الكودنج، وحته هنا اكسون كودنج. يعني ايه كودنج؟ يعني يمكن ترجمتها الى بروتين، ماشي؟ وحته هنا اكسون كود. امال الحتت اللي ما بين الاكسونز دي اسمها ايه؟ اسمها ان، هي انترفينينج ما بين الاكسونز، فبنسميها انترونز. طيب الانترونز دي هل كودنج فور بروتين؟ اقول لك لا، هي نون كودنج، ما بتعملش بروتينات. امال هي وظيفتها ايه؟ هو ربنا حطها لنا ليه؟ هو ربنا حطها لنا لانها هي التي تتحكم في الاكسبريشن اوف جينز، وتتحكم في سرعه الاكسبريشن اوف جينز. طب تاني كده، يعني ايه اكسبريشن اوف جينز؟ هقول لك. هو حضرتك خليه الجلد، خليه بتاعه الجلد مش فيها كروموزوم، وخليه البنكرياس فيها نفس الكروموزوم، اذا نفس الجينات الموجودة في خلية الجلد هي نفس الجينات الموجودة في خلية البنكرياس. طب ايه اللي بيخلي البنكرياس يعمل انسولين والجلد ما يعملش انسولين؟ هي دي بقى معنى كلمة اكسبريشن، ان في خلايا البنكرياس الجين المسؤول عن انتاج الانسولين is expressed. يعني ايه اكسبريست؟ يعني في حته في الانترونز بيلزق فيها حاجه معينه هنقولها بعد كده اسمها ترانسكريبشن فاكتورز، يعمل لي كومبلكس. هو الكومبلكس ده المسؤول عن انه يخلي الجين بتاع الانسولين اكسبريست. لكن في خليه الجلد فيها جين الانسولين لكنه ميوت، از نوت اكسبريست، ما بيشتغلش فيها الاكسبريشن. هقول لي طب خلاص ماشي، انا عرفت ان الانسولين بينتج من البنكرياس ولا ينتج من الجلد علشان الاندرونز هي اللي بتتحكم فيه. طب ايه اللي بيخلي البنكرياس ما يقعدش طول شغال يطلع انسولين يطلع انسولين؟ سواء بقى السكر، هو جين موجود اكسبريست يبقى خلاص هو هيقعد بقى يطلع انسولين مدى الحياه، يعني
سواء السكر عالي او قليل، هو شغال بيطلع انزيم اكسبريس. اقول لك هنا ياتي وظيفه حاجه برضو الترانسكريبشن فاكتورز، الجنرال ترانسكريبشن فاكتورز. هي احنا بنقسم الترانسكريبشن فاكتورز دي جنرال وسبيسيفيك. الجنرال هي المسؤوله عن الاكسبريشن، ان هي تخلي الجين يشتغل وخلاص، هي بيسموها الاون والاوف. لكن السبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتورز هي المسؤوله عن سرعه انتاج الجين. ازاي؟ ان السكر عالي فيجي حاجه اسمها انهانسر، انهانسر يروح يمسك مع في حته معينه في الالكترونز مع الهانسر ده موجود فين؟ موجود في اي مكان، ممكن يكون موجود جوه الجين، ممكن يكون موجود هنا، ممكن يكون موجود هنا وشغال على الجين ده، ممكن في اي مكان. اوكي؟ الانهانسر ده بيروح يمسك في الجين ده بيخليه يعمل لي انسولين كتير وقت السكر عالي. طب السكر نزل يجي حاجه اسمها سايلانسر. سايلانسر عكس الانهانسر، بيخلي الجين يبطل شغل. اوكي؟ فالسايلانسر والانهانسر هما اللي بيتحكم في سرعه انتاج البروتين اللي هو الانسولين، ماشي؟ من الجين ده. اوكي؟ طيب لكن ان الجين نفسه يبقى اكسبريسد ولا لا، عن طريق حاجه بنسميها البروموتور. يبقى احنا عندنا الجين عباره عن ايه؟ عباره عن اكسونز وانترونز. اوكي؟ طيب اللي هي الكودينج والنون كودينج. هقول لك البروموتور مش عارف اشرحه لك دلوقتي ولا هنخلص الانزيمات الاول؟ خلينا بس نخلص الجزء بتاع الانزيمات. احنا قلنا الهنرنا بيتحول الى ام ار ان اي، والام ار ان اي انا بس انا وقفت انا شرحت لك دي عشان تعرف ان الانترونز دي لازم تتقص لان هي ما بتعملش بروتين، صح؟ مش احنا اتفقنا انها حته ما بتعملش بروتين؟ فانا هطلع الام ار ان اي شايل حتت ما بتعملش بروتين. طب ما هي هتترجم ازاي؟ لا، انا لازم اعمل عمليه اسمها سلايسنج، اللي هي عملية ايه؟ تقطيع الهنرنا بيتقطع، بنشيل الانترونز دي وبنشيل الانترونز دي وبنشيل الانترونز دي، وبالتالي الاكسونز تمسك في بعضها فتحول من شريط طويل كده الى حتة اكسون اهي مع حتة اكسون اهي مع حتة اكسون اهي، فبقى ده وعليه كاب من هنا وعليه تيل من هنا، فهو ده الام ار. تمام؟ ده اسمه هنرنا هيتروجينس نيوكليير ار ان اي، لكن الاكسونز فقط بدون الانترونز مسكت في بعضها لان هي دي الكودينج سيكونس وفيها كاب وفيها ديل، يبقى هو ده اسمه الام ار ان اي. تحول ازاي؟ عن طريق عمليه البروسيسنج. ايه هي البروسيسنج؟ ثلاث حاجات: كابنج، تيل، وسبلايسنج. ممكن حد يقول لي طيب السبلايسنج ده انا بقطع هنا وهنا، ثواني بس عشان في حد بعت على الشات. السؤال، معلش يا هنا انا ما كنتش بصيت على الشات دلوقتي. سؤال: لماذا تنمو الخلايا في الجنين بسرعه كبيره دون حدوث سرطان؟ وما فائده كروموزوم الاكس غير النشط في الاناث اللي هو الباربودي؟ طيب لماذا تنمو الخلايا في الجنين بسرعه كبيره دون حدوث سرطان؟ دي هنتكلم عليها بالتفصيل واحنا بنشرح الترانسليشن، هنتكلم عليها بالتفصيل ليه الخلايا هنا وايه اللي بيخليها اصلا تنمو بسرعه كبيره. فائده الكروموزوم غير النشط، اقول لك انت از امان انت عندك اكس وواي، صح؟ هل الواي ده له شغلانه؟ لا، مفاجاه. لا، انت لو شفت الواي ده في الكاري الابي هتلاقيه صغير قوي وكميه، يعني هو للتبسيط اقول لك ان هو لا يحمل معلومات وراثيه، هو بيحمل حقيقه معلومات وراثيه بسيطه جدا، لكن هو غير نشط. اوكي؟ هو بس وظيفته الاساسيه ان هو بيحدد الميل من الفيميل. فانت عندك اكس واحد بيشتغل ويحمل كل المعلومات الوراثيه، وبالتالي لو الفيميل كان عندها اكس اكس والاثنين شغالين، معنى كده ان الفيميل تحمل ضعف المعلومات الوراثيه الموجوده عند الميل.
عشان كده ربنا خلانا واحد شغال والتاني مش شغال عشان تبقى زيها زي انت عندك ناس من العربيات الوراثيه اللي عندها لان هي عندها واحد بار بودي وواحد شغال تمام؟ ثواني بس ابص على عشان انا ما بفتحش الشات الا في ايه؟ هل يقوم الجين بانتاج اكثر من بروتين نتيجه تواجد اكثر من اكسون؟ السؤال ده ممتاز. هل يقوم الجين بانتاج اكثر من بروتين؟ حقيقي صح. ليه؟ هقول لك دلوقتي. لزق الاكسونز في بعضهم اسمه alternative splicing. هو اللي بيحصل alternative. يعني ايه alternative؟ يعني هنتخيل ان الاكسون ده رقمه 1 والاكسون ده رقمه 2 والاكسون ده رقمه 3 والاكسون ده رقمه 4. مره السبلايسنج يحصل هنا وهنا وهنا، فيجي الاكسونز 1 و2 و3 و4 يمسكوا في بعض يعملوا لي بروتين. ومره نفس الجين يجي السبلايسنج يحصل هنا بس ما يحصلش هنا، يحصل هنا. فالاكسون رقم 3 ده او هنا الاكسون رقم 2 ده ما يدخلش، فيحصل اتحاد للاكسونز رقم 1 ورقم 3 ورقم 4 بس، فيعمل لي بروتين مختلف تماما. ومره يجي السبلايسنج يحصل هنا وما يحصلش هنا ولا هنا، فيجي 1 و4 بس يمسكوا في بعض الاكسونز 1 و2 1 و4 بس يمسكوا، فيعمل لي بروتين مختلف تماما. اديك مثال. عارف الجين بتاع الايبو لايبو بروتينز؟ هو جين واحد بيعمل ايبو لايبو بروتين بي 100 وبي 48 وايه، بيعمل مجموعه كبيره من الايبو لايبو بروتين. حد فاهم هي ايه اصلا الايبو لايبو بروتينز دي؟ لما نيجي نشرح كيمياء ان شاء الله هفهمك ان الليبيد از نوت ووتر سيل، فما ينفعش تمشي في الدم، فعشان تمشي في الدم لازم تمسك في حاجه ثانيه، فبتمسك في ايه؟ بروتين. البروتين ده اسمه لايبوبروتين، كويس؟ فالايبو لايبوبروتين هو جين واحد عمل اكتر من بروتين، يقدر يعمل بي 100 ويقدر يعمل بي 48 ويقدر يعمل، فليه بيقدر يعمل اكتر من بروتين؟ عن طريق الحته دي، عن طريق خاصيه الالترنيتيف سبلايسنج، ان الاكسونز تقدر تمسك في بعضها من كذا مكان، اوكي؟ فهي دي الفكره بتاعه ان ازاي الجين الواحد يعمل لي كذا حاجه، اوكي؟ طيب احنا كنا وقفنا عند حته الجين ستراكشر. تعالى بقى اكمل لك حته الجين ستراكشر، بس نمسح بس الكلام الفارغ ده واقول لك بقى الجين ستراكشر. انا عايزك تعرف ان الجين يتكون من، او ان الشريط بتاع الدي ان يتكون من اكسونز اللي هي الكودينج سيكونسز والانترونز، وهناك في حاجه اسمها بروموتور اللي هي ايه؟ اللي هو زرار الاون والاوف، اللي هو شغال ومش شغال، هل هتشتغل ولا مش هتشتغل. وفي حاجه اسمها انهانسر، وفي حاجه اسمها سايلانسر، اوكي؟ فانا عايز اكتر. وفي حاجه اسمها ايه؟ انا قلت لك ان البروموتر يبدا التفاعل، صح؟ طب التفاعل ده هيستمر الى ما لا نهايه؟ لا، ده في حاجه اسمها ترميدو. تعالى بقى نمسك الحاجات دي واحده كده واحده واحده، ونعرف يعني ايه بروموتر ويعني ايه انهانسر وسايلانسر الكلام الفاضي. نمسح بس الكلام ده ونجيب القلم. ده شريط اهو، ماشي؟ ده اللي هو المفروض شريطين، يعني الدي ان ايه، صح؟ ده 5 داش اهو. طبعا احنا بقى فهمنا يعني ايه 5 داش ويعني ايه 3 داش. الناحيه دي هتبقى 3 داش والناحيه دي هتبقى 5 داش، صح؟ الحته اللي هي الترانسكريبشن يونت هنا مثلا، دي الحته اللي هتتنسخ، دي اسمها الترانسكريبشن يونت، تمام؟ ما قبل الحته اللي هتتنسخ في حته كده اسمها ايه؟ اسمها بروموتور. بروموتور. وما بعدها احنا اتفقنا ان دي اللي هتتنسخ، فما بعدها اللي مثلا هنقول الحته دي اسمها ايه؟ ترمينيتور. الحته اللي هي هتقول له وقف هنا، مش هتقعد تنسخ على طول، اوكي؟ ودي الترانسكريبشن يونت. طيب الحته دي بنسميها ايه؟ هو انا هبدا منين؟ هبدا من هنا النسخ، صح؟ فالحته دي بيسميها الترانسكريبشن انيشيشن سايت. طيب انا هبدا من اول قاعده نيتروجينيه، يعني اول بيز بير،
فانا بسمي الانيشيشن سايت ده بلس 1 بيز بير. يعني ايه بيز بير؟ يعني تتابع من، يعني هنا البيز بير القاعده النيتروجينيه اللي دي في ماسكه دي فسميناها بيز بير. امال ايه ايه بلس 1 دي؟ اقول لك ما هو يمين اسمه داون ستريم، داون ستريم اوف ذا جين اللي على يمين الجين بنسميه بلس، واللي على شمال الجين بنسميه ابستريم بنسميه ماينس. فلما اجي اقول لك انا في حته كده في الدي ان ايه هي ماينس 100 بي بي، ماينس 100 بيز بير، هتقول لي اه انا فاهم انت تقصد تقول لي ان الحته دي تبعد عن الجين، عن بدايه الجين الانيشيشن سايت اللي هو ده 100 بيز بير، 100 من التتابع، من تتابعات النيتروجين سبيس. فهي مثلا انا اقصد الحته دي هي الماينس 100 بيز بير. لما اقول لك ماينس 500 او مثلا، طب انا قلت على مشيت على الشمال ليه؟ عشان بالماينس. طب ما اقول لك مثلا بلس 500 بيز بير، اه يبقى انا فاهم ان هي انا ببدا اعد من هنا اعد 500 بيز بير، يبقى انا قصدي على الحته دي مثلا. فهمت الكلام؟ فده عشان اترجم لك لما انا اقول لك ماينس 100 وبلس 500 والكلام ده تبقى انت فاهم انا قصدي ايه. والماينس والبلس، ماينس على الشمال وبلس على اليمين، ماينس اب ستريم والبلس داون ستريم. كويس؟ طيب مفتاح التشغيل اللي هو البروموتور ده اقصى حاجه له موجود على مسافه ماينس 100 بيز بير، يعني الحته دي لا تتجاوز 100 بيز بير. اوكي؟ ايه بقى مفتاح التشغيل ده؟ قصته ايه؟ هو الاون والاوف بتاع الجين، هو اللي بيخلي الار ان ايه بوليميريز يجي ينسخ او ما يجيش ينسخ، هو ده مفتاح التشغيل. طوله قد ايه؟ 100 نيوكليوتيد. بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على حاجه اسمها التاتا، تاتا بوكس والكات بوكس. يعني ايه تاتا بوكس؟ يعني تتابعات تي اي تي اي تي اي تي اي وتتابعات سي اي اي تي سي اي اي تي. التاتا دي موجوده في ايه؟ موجوده على ماينس 25 بي بي. طبعا انا بقى مش هترجم لك يعني ايه ماينس 25 بي بي، انت كده فهمت. الكات ده موجود فين؟ موجود عند ماينس 75 بي بي. البروموتور كله موجود فين؟ موجود عند ماينس 100 بي بي. وخلاص انت كده بقيت شاطر وفهمت الحكايه كلها. طيب الار ان اي بوليميريز انا جاي بقى عايز اشتغل، انا جاي عايز انسخ، انسخ فين؟ انا عمال انت قلت لي ان الدي ان اي اصلا الحته الكودنج فيه قليله، فهل الار ان اي عمال يدور على حته كودنج؟ فبيتعرف عليها ازاي؟ عن طريق البروموتور. يروح يلزق في البروموتور، اول ما يلاقي تتابعات الداتا بوكس والسي والكات بوكس يعرف ان ده بروموتر، اروح بقى الزق فيه عشان ايه؟ ابدا اشتغل. طب انا هلزق من غير صمغ؟ لا، ما انت هتلزق ازاي؟ ما انت محتاج صمغ تلزق بيه. الصمغ اللي بيلزق هو اسمه الترانسكريبشن فاكتورز. الترانسكريبشن فاكتورز دي بروتينات. بروتينات بتيجي تلزق في هنا اللي هي اللي سموها سبيسيفيك ترانسكريبشن. لا انا اسف، لا الجنرال ترانسكريبشن فاكتور، لان اللي بتمسك في البرون احنا قلنا السبيسيفيك هي اللي بتمسك في الانهانسر والسايلانس، لما اللي بتيجي هنا الجنرال ترانسكريبشن فاكتور تلزق الار ان اي بوليميريز في البروموتر فتعطي اشاره بدء الترانسكريبشن فيبدا النسخ من عند البلس 1 بيز بير. اوكي؟ اتمنى ان الكلام ده يكون مفهوم. طب ده يهمني كلينيكال في حاجه؟ يهمني كلينيكال. ساعات بتحصل طفره في البروموتور ده، يحصل بروموتور ميوتيشن. طب البروموتور ميوتيشن ده هيعمل ايه؟ هو البروموتور وظيفته ايه؟ ان هو يبدا الترانسكريبشن، يعني يبدا الانتاج البروتين، يعني يخلي الجين اكسبريست. فلما يحصل ميوتيشن هنا الخليه تتوقف عن انتاج البروتين. اوكي؟ فما يحصل ليه تتوقف عن انتاج البروتين؟ لانها توقفت عن عمليه الترانسكريبشن فتوقف انتاج الام ار ان اي اللي كان هيخرج يحصل له بقى ترانسليشن بره في الريبوسومز ويعمل لي البروتين. اوكي؟ دي قصه البروموتر. طيب
يبقى قلنا ان البروموتر ده مسؤول عن الاون والاوف، بيمسك فيه الجنرال ترانسكريبشن فاكتور موجود عند ماينس 100 بيز بير. طيب في حاجه اسمها انهانسر وسايلانسر، ايه بقى قصه الانهانسر والسايلانسر؟ هل الانهانسر والسايلانسر اذا كان ده بروموتر فالانهانسر والسايلانسر نقدر نسميهم موديوليتور. يعني ايه موديوليتور؟ يعني يتحكم في السرعه، يتحكم في السرعه. يبقى الانهانسر عباره عن مجموعه الدي، يعني هو عباره عن تتابع معين من الـ من الـ من القواعد النيتروجينيه موجود. موجود فين؟ موجود في اي حته. موجود فين؟ ممكن يبقى في الانترونز وممكن يبقى في الاكسونز، الاكسونز او في الانترونز، اوكي؟ ممكن يبقى جوه الجين نفسه في اي مكان. وظيفته ايه الانهانسر؟ بيتحد مع السبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتور ويخلي الجين هايلي اكسبريسد ويطلع لي بروتينات كتير. طب السايلانسر نفس الكلام بس بالعكس، بيتحد مع سبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتورز ويخلي الجين لو اكسبريسد او يوقف الاكسبريشن بتاعه، اوكي؟ طيب ترانسكريبشن فاكتورز بعد كده هنتكلم عليها بالتفصيل وهقول لك امثله ليها عشان تفهمها كويس. طيب احنا قلنا كده البروموتر والانهانسر والسايلانسر فضل غير الترمينيتور. الترمينيتور ده ايه بقى؟ والله الترمينيتور عندنا في الهيومنز عباره عن حاجه اسمها ريليز فاكتور. ريليز فاكتور. ودي تعتبر من الحاجات في الطب الموت فيري ويل نون، يعني هي ما زال بيجري عليها ابحاث كتير لحد دلوقتي. هي الريليز فاكتور دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان بيطلع انواع معينه من الفاكتورز اللي بتشتغل على الجين تعمل اللي هي بتعمل انهيبيشن للبوليمريز اللي دي ان اي ديبندنت بوليمريز الار ان اي بوليمريز وتعمل له بلوكينج فتوقف الترانسكريبشن فتعمل بلوك للترانسكريبشن اوف ذا جين. طيب انا بقول لك ده في الهيومنز، معنى كده ان البكتيريا مختلفه؟ اه البكتيريا فيها حته بقى مختلفه شويه. البكتيريا بينتج عندها حاجه اسمها رو بروتين ار اتش او. رو بروتين ده بيسموه يعني هي في نوعين رو ديبندنت ورو اندبندنت، بس انا هقول لك الاول يعني ايه رو بروتين. الرو بروتين ده له على الام ار ان ايه حاجه اسمها رو بايندنج سايت، بيروح يمسك فيه، اول ما يمسك فيه يدي اشاره للار ان اي بوليمريز يقول له سيب مكانك لو سمحت، ووقف الترانسكريبشن فيوقف عمليه النسخ، اوكي؟ طب اللي هو الرو اندبندنت ده انا قلته لك في اول حصه، فاكر لما قلت لك بنسة الشعر اللي هي عامله كده سميناها هير بين لوب؟ فاكر الهير بين لوب ده؟ دي عباره عن حته في الار ان اي، دي اول ما بيجي لها الايه الار ان اي بوليميريز بتروح عامله كده نازله تحت وعامله كده وتعمل له حاجه زي بنسة الشعر. اول ما الار ان اي ودي بتبقى ماسكه في بعض كده، اول ما الار ان اي بوليميريز يجي هنا يلاقي بنسة الشعر دي هير بين لوب ما يقدرش يكمل شغل فيتوقف الترانسكريبشن. وهنا يبقى كده عرفنا ان البكتيريا تختلف عن عن الهيومنز في الحته دي، ان الهيومنز بيوقف النسخ عن طريق الريليز فاكتورز، لكن البكتيريا بتوقف النسخ بطريقتين، اما ان تكون رو ديبندنت عن طريق رو بروتين، والرو بروتين ده يروح يمسك في الرو بايندنج سايت الموجود على الام ار ان اي يقول له وقف خلي الام ار ان اي اللي هو الار ان اي بوليمريز يسيب مكانه ويوقف النسخ، او ان الهير بين لوب ان هو الار ان اي بوليمريز وهو ماشي يلاقي حته كده شبه الهير بين، اول ما بيلاقيها هو من نفسه ما يقدرش يكمل شغله ويوقف الترانسكريبشن، اوكي؟ أسئلة اللي عنده سؤال يسأله وأنا هسألكم برضو عشان أتأكد إن أنتوا فهمتوا خلاص الحتة اللي فاتت. اللي عنده سؤال يكتبه على الشات وأنا هفتح الشات ثواني. هاني اتفضل يا هاني ريز هاند أون ميوت. مش يعني إيه سلايسنج؟ يعني حتى لغويا يعني إيه المقصود بيها؟ سبلايسنج يعني تقطيع. سبلايس يعني يقطع، فانا لما اجي سبلايس كلمه سبلايس يعني اقطع كذا حته، يعني مثلا فعشان كده بقول لك دي عمليه سبلايسنج، اوكي؟ بتعملها حاجه اسمها ايه؟
سبلايسوسوم. ايه بقى السبلايسوسوم دي؟ انا نسيت اقول لك الحته دي، هي حته برضو مهمه يعني. طيب السبلايسوسوم، فاكر انا قلت لك في الاول ايه في الار ان اي بوليمريزس احفظ حاجه اسمها سنيربس، تمام، سمول نيوكليير رايبو نيوكليير بروتين. اولا انت بيجي لك مثلا تحاليل في المعمل اسمها ان تي ار ان بي، صح؟ في ناس كده بتبعت لك ان تي ار ان بي او ان تي سميث، كويس. تعالى بقى فهمك السيستميك لوبس. ايوه بتوع السيستميك لوبس، برافو. ده بتاع السيستميك لوبس وده بتاع الميكسد كونكتيف تيشو ديزيز. صح. تعالى بقى افهمك يعني ايه ان تي ار ان بي ويعني ايه ان تي سميث. بص يا سيدي، ده السبلايسوسوم ده عباره عن ايه؟ الرايبونيوكليك بروتينز دي اسمها ايه؟ بروتينز، فهي عباره عن بروتينات بتيجي تمسك في الاندرونز. احنا قلنا ده اكسون اهو وده اكسون اهو وده اكسون اهو، والحته اللي من جوه دي اسمها اندرونز، خلاص؟ فالاندرونز دي بيجي يمسك فيها سنابس بروتينات معينه عشان تشيلها. مش احنا قلنا ان دي هتتقص؟ المفروض هي حته ملهاش لازمه، فلازم اقصها، لازم اقطعها، لازم اعمل لها سبلايسنج. فيعمل لها سبلايسنج ازاي؟ عن طريق البروتينات دي اللي هي السنيربس دي. السنيربس تيجي تمسك في الانترز وتقطعها، تيجي تقطع من هنا انت عارف هي لما بتيجي تقطع من هنا بتعمل شكل عامل كده، عامل لاريت، بيسموه لاريت لوب. الحته دي لما بتتقطع بتطلع فوق كده وتعمل حته كده، دي بيسموها اللاريت لوب. اللاريت لوب دي عباره عن ايه؟ ما هي الا حته انترن اتقطعت من التتابعات، من الجين. حته انترنز اتقطعت من هنا عملت لاريت لوب، وحته انترنز اتقطعت من هنا عملت لاريت لوب برضو. عن طريق ايه؟ عن طريق السنيربس دي. السنيربس والانترنز مع بعض اسمهم سبلايسوسوم. اللي هو الحته الكومبلكس اللي بيقطع الانترنز من بعض، ماشي؟ سنيربس اسمها رايبو نيوكليو بروتينز. الانتي بودي ساعات بيتكون انتي بودي اجينست السنيربس دي، بيقطعها اللي هي بيخليها ما تقطعش كويس، يخلي الشريط بتاع الدي ان ما يتقطع فما يتكونش بروتينات كويس. الانتي بودي اللي بيتكون اجينست البروتينات دي اسمه انتي سميث انتي بودي، اللي هو المفروض يبقى اسمه انتي سنيربس، بس هما طبعا سموه انتي سميث، اوكي. وفي انتي ار ان بي اللي هو اجينست الرايبو نيوكليو بروتينز برضه، اللي هو بيعمل ايه؟ اللي بيبان في الميكسد كونكتيف تيشو ديزيز، اوكي. ده هاي سبيسيفيك فور سيستميك لوبس، ده هاي سبيسيفيك فور ميكسد كونكتيف تيشو ديزيز، اوكي. بدي حته السبلايسنج او التقطيع. حد عنده اي سؤال تاني؟ ولا اسال انا؟ طيب يبقى اسال. عايز اسال سؤال يبين اللي فاهم من اللي مش فاهم. طيب هقول لك البروموتر مثلا، احنا اتفقنا ان في حته كده بتبدا التفاعل اسمها بروموتر، واتفقنا ان البروموتر ده موجود ماينس 100 بيز بير، يعني موجود بره الجين، خلاص. طيب البروموتر هل هو بيحصل له ترانسكريبشن بات نوت ترانسليتد، بيحصلوش ترانسليشن، ولا بيحصل له ترانسليشن وما بيحصلوش ترانسكريبشن، ولا بيحصل له اكسبريشن، ولا بيحصل له ريبليكيشن، ولا موجود ماينس 150 بيز بير مثلا؟ ايه الاختيار الصح وايه اللي غلط من اللي انا قلته ده؟ انا قلت بس ماينس 150 دي عشان ايه؟ هي دي غلط. غلط ليه؟ لان البروموتر لا يمكن ان يوجد بعيدا عن ماينس 100، اوكي. فانا غششتك اهو، شلت لك حته يعني. احمد اتفضل يا احمد، معاك المايك. هو يعني انا اعتقد ان هو حته ريجيلاتوري بس، لكن هو لا هو يعني يعني هو بس بي ريبليكيت. الله عليك يا احمد، سقفه كبيره قوي قوي قوي، برافو عليك.
دي حته فعلا تبين لي ان انت فهمت ان دي حته هي دي نون كودينج، فمش هيحصل لها ترانسكريبشن. نون كودينج مش هيحصل لها ترانسليشن. امال ايه اللي هيحصل لها؟ هيحصل لها ريبليكيشن عادي. ما هو الريبليكيشن حضرتك هي الحاجه الوحيده اللي بتحصل في كل الشريط. يعني الريبليكيشن الشريط كله بيتنسخ زي ما هو بالظبط، هو ده الريبليكيشن. فالبروموتر is replicated not transcribed not translated، لا يوجد ابعد من ماينس 100 بيز بير. اوكي طيب نسال سؤال تاني. برافو عليك يا احمد. نسال سؤال تاني بس حد تاني يجاوب بقى. طيب في مرض اسمه فيوكروموسايتوما. فيوكروموسايتوما ده مرض هنبقى نشرحه بعد كده في الكيمياء يعني. لكن مبدئيا كده المرض ده بيحصل فيه خلل في انزيم اسمه الفينايل الانين هيدروكسيليز، تمام؟ بيشتغل على بروتين اسمه فينايل الانين. طيب المرض ده بيحصل ان اللايسين بيتشال ويتحط مكانه جلوتاميت، يعني تغيير. ده بيسموه ميس سنس ميوتيشن. هنتكلم بعد كده عن الميوتيشنز بالتفصيل وانواعها وكده، لكن تعرف دلوقتي ان حصل طفره معينه خلت فيه امينو اسيد اسمه لايسين اتشال وتحط مكانه جلوتاميت. اوكي، فأدى إلى إنتاج بروتين مختلف، وأدى إلى المرض ده، يعني إن هو خلى بدل إن اللايسين ده حاجة بوزيتيف تشارج خلاها حاجة نيجاتيف تشارج، فعمل لي مرض معين اسمه فيوكروموسايتوما. طيب الخلل هنا أو الطفرة هنا حصلت فين؟ هل هي حصلت في البروموتر، ولا حصلت في الإكسون، ولا حصلت في الانهانسر، ولا حصلت في السايلانسر، ولا حصلت في الانترون، ولا حصلت في الكاب، ولا حصلت في التيل، ولا حصلت فين بالظبط؟ يا ريت حد تاني يجاوب غير هاني واحمد، لان هما كده بينوا لي ان هما فاهمين، فانا عايز اشوف حد تاني يكون فاهم يعني. اما اديتك اختيارات كتير، يعني اديتك شريط الدي ان ايه كله، الطفره هنا حصلت فين؟ ايه المكان اللي الطفره بتحصل فيه فيحصل انتاج خلل في انتاج البروتين؟ هل البروموتر مثلا لو حصلت فيه طفره تعمل الحكايه دي؟ تعمل لي ميس سنس ميوتيشن؟ ولا البروموتر لما بتحصل فيه طفره اصلا التفاعل ما بيكملش، يعني ما بتكونش بروتين اصلا؟ صح؟ انا شلت لك حته من الاختيارات اهو، البروموتر ما ينفعش. ان البروموتر لما يحصل فيه طفره بيحصل خلل، البروتين مش هيتكون اصلا. انا هنا بقول لك ايه؟ لا ده في حته بروتين اتشال واتكونت حته ثانيه. طيب اتفضل يا احمد، مفيش حد تاني رفع ايده. اعتقد هتبقى في حته الاكزون والانترونز، يعني سواء ده او ده. لا لا مش سواء ده او ده. الانترون كودينج ولا لا؟ لا نون كودينج. برافو عليك، يبقى الانترون نون كودينج. لو حصل ديليشن مثلا، ما هي هتغير برضو السيكونس كله ولا ايه؟ طب وايه يعني اما مثلا حصل ديليشن؟ طب وايه يعني اما السيكونس يتغير؟ هو لو تغير السيكونس بتاع الانترون، هو الانترون ده كان بيعمل بروتين؟ ده انا بقول لك تغير البروتين، يعني كان في بروتين بيتعمل تغير تحول الى بروتين تاني. فلازم اكون الحته اللي حصل فيها الطفره لازم تكون حته كودينج فور بروتين. الحته الوحيده اللي كودينج فور بروتين هي الاكسون. برافو، يبقى هنا اعرف على طول ان الطفره حصلت في الاكسون، لان هي دي الحته الوحيده الكودينج فور بروتين. تمام، يعني اتمنى ان تكون المفهومه كده في دماغنا، ايه الكودينج وايه النون كودينج وكده. تعالى بقى نقلك نقله تانية، واقول لك عمليه السبلايسنج دي اشرحها لك بالتفصيل. زي ما احنا كده خلصنا كل الشريط صح، فدي كده ناخد بقى السبلايس. الكابنج بيحصل ازاي والادينيليشن بيحصل ازاي وهكذا. يعني تعالى اقول لك ان الكابنج ده عباره عن جوانوزين. ثواني نجيب القلم. طيب جوانوزين بيتضاف هنا تتابعات معينه من الجوانوزين. بيحصل فين الكابنج؟ عند الفايف داش. اوكي، فيحصل الجوانوزين ميثايليتد جوانوزين بيتحط في الحته دي. طيب الحته دي من الفايف داش لحد بدايه الجين
الحته دي بيحصل لها ترانسليشن ولا لا؟ ما بيحصل لهاش ترانسليشن، فبسميها unTranslated region 5-Untranslated region اللي هي اسمها 5-UTR. فلما اشوف كده في اي كتاب موليكولر 5-UTR ابقى عارف ان انا بتكلم عن الثواني. في سؤال على الشات، هل الترانسكريبشن يونت هي الجين او الجزء من هي الجين؟ ترانسكريبشن يونت يعني الحته اللي بيحصل لها ترانسكريبشن، اللي هي الحته الكودينج اللي هي الاكسون اللي هي الجين. اوكي طيب انا نسيت كنا بنقول لك ال5 داش يو تي ار. طيب ال5 داش يو تي ار ده وظيفته ايه؟ هل تعلم يا سيدي ان البكتيريا لا تحتوي على بروموتر؟ طب امال هي بتعمل ترانسكريبشن للبروتينات ازاي؟ عن طريق ال5 داش يو تي ار. ده الحته دي هي اللي بتوجه الام ار ان ايه ناحيه الرايبوسومز. اوكي فهي في البكتيريا بتعمل لنا هي في البكتيريا بيسموها شراين سيكونس. شراين الحته دي اسمها شراين سيكونس، عندنا احنا بنسميها 5 داش تي ار. وظيفتها في البكتيريا انها بتعمل تو انيشيت الترانسكريبشن. وظيفتها عندنا احنا، ما هو احنا برضو عندنا 5 داش تي ار بيسميها كوزاك سيكونس. فلو انت ماشي دلوقتي بالشارع وجه واحد وقفك كده كده لو سمحت، ما هي الكوزاك سيكونس؟ هتقول له الكوزاك سيكونس ما هي الا 5 داش يو تي ار ان هيومنز. هيقول لك طب ما هي الشاين سيكونس؟ او في ناس ثانيه بتسميها شاين دارنو، بس مش مشكله، هي اسمها شاين سيكونس. شاين سيكونس ما هي الا 5 داش يو تي ار البكتيريا. فما هي وظيفه ال 5 داش يو تي ار؟ هو كارت التعريف بتاع الـ mRNA. يعني ايه كارت التعريف؟ يعني كارت التعريف اللي بيخلي الرايبوسومز تتعرف عليها. يعني هو مش الـ mRNA ده هيطلع في السيتوبلازم وهيروح للرايبوسومز؟ طب الرايبوسومز هتعرف ازاي ان ده mRNA؟ هتساله سؤال، حضرتك عندك 5-UTR؟ هيقول لها عندي. اذا انت mRNA، اذا اخد منك الكود او الرساله بتاعتك ونبدا بقى نعمل ترانسليشن، نجيب التي ار ان اي ونعمل انيشيشن اوف ترانسليشن. اوكي يبقى الكوزاك والشاين هم والفايف داش تي ار هم اللي بيعملوا انيشيشن اوف ذا ترانسكريبشن اوف ترانسليشن. والفايف داش تي ار دي هي اللي بتوجه الام ار ان اي عشان يمسك في الرايبوسومز، وبالتالي الرايبوسومز تتعرف عليه، هي كارت التعريف. طيب الناحيه الثانيه عند الثلاثه داش، انا قلت ان انا بعمل ديل. ما هو هذا الديل؟ هو عباره عن 6 اي وباجي في الثالثه دي ابدل ايه مثلا، احط يو، فبقت اي اي يو اي اي اي. ده اسمه، والتتابع ده بيتكرر بقى، يتكرر كتير كتير. اي 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 ملكة كله ادينين، فسميناه بولي ادينين تيل. وظيفته ايه؟ انا قلت لك وظيفه له في الاول ان هو بيحمي الام ار ان اي من الاكسونيوكليزس الموجوده في السيتوبلازم. ممكن يجي بقى واحد كده ايه فلحوس كده يقول لي وما هي وظيفه اي تيل في الدنيا غير الحركه؟ يعني مثلا لما نيجي نتكلم على بكتيريا ليها تيل كده بتخليها تتحرك، صح؟ هقول له مش غلط، من وظائف التيل هنا ان هو بيساعد في حركه الام ار ان اي الى الرايبوسوم، ان هو بيخرجه في السيتوبلازم عن طريق ايه؟ عن طريق الديل، لان الديل بتاع حركه بتاع اي حاجه، في اي حاجه بتحرك، وبالتالي وظيفته ان هو بيزود الهاف لايف. انا فاكر المره اللي فاتت لما قلت لك التيلومرز، كل ما التيلومر دي تبقى كبيره بتخلي البروتين ده ما يتكسرش بسرعه. طب ما انا كده كبرت التيل بتاع الام ار ان اي، وبالتالي بخلي الام ار ان اي ما يتكسرش بسرعه. هتقول لي طب هو هيتكسر بسرعه، هو الام ار ان اي ده بيعمل ايه؟ مش بيروح السيتوبلازم عشان يروح الرايبوسوم يعمل ترانسليشن ينتج بروتين؟ طب بعد ما بيعمل بروتين يروح فين؟ هيروح لحاجه اسمها البي بوديز. وما البي بوديز؟
الا الكواليتي كنترول اوف ذا ترانسكريبشن. يعني ايه؟ يعني هو بيروح لها الام ار ان اي تقول له بص انا هحدد مصير البين بودز دي بتحتوي على اكس نيوكليز، هتقول لك والله لو الخليه مش محتاجاك تاني انا هكسرك، انا عندي اكس نيوكليز تشيل. هيقول لها ما تقدريش تكسريني ده عندي كام وديه، هتقول لها انا عندي، هتقول له انا عندي دي كابينج انزيم، يبقى البين بودز دي فيها دي كابينج انزيم بتشيل الميثايليتد جوانوزين وبتشيل البولي ادينينتيل وفيها اكس نيوكليز، فهتقلعوا هدومه، هتقلعوا اللي فوق واللي تحت وتكسره وتقول الاكس نيوكليز كسري. طيب البي بودز دي بتعمل حاجه ثانيه؟ اه. طب نفترض ان الام ار ان اي، انا ليه بقول كواليتي كنترول؟ لان هي ممكن تكسره ممكن ما تكسروش حسب حاجه الخليه. لو الخليه محتاجاه مش هتكسره، هتعمل انهيبيشن للديكابينج والبولي ادينين انزيمز وما تكسروش، امال هتعمل فيه ايه؟ هتخزنه. اذا البي بودز تحتوي على ار ان ايز، تحتوي على ار ان ايز مخزنه لوقت اللزوم لوقت الاحتياج، وتحتوي على ايه كمان؟ تحتوي على ديكابينج انزيم وبولي ادينين تيل انزيمز واكسونيوكليز اللي هي بتكسر، وتحتوي كمان على حاجه اسمها مايكرو ار ان اي، هشرحها لك بعد كده بالتفصيل. كويس. المايكرو ار ان اي دي عباره عن تتابعات من الار ان اي قصيره وما بتتكسرش، يعني تتابعات بيسموها ريزيستنت، يعني ما بتتكسرش بالانزيمات، عباره عن حتت كونزيرف. وظيفتها ايه؟ وانا قلت اشرحها بعد كده. طب هنقولها يعني ماشي، هي عباره عن ريجيوليشن، عباره عن ريجيولاتري انزيم، اشرحها بعد كده، او ريجيولاتري ار ان ايز. اوكي. ازاي ريجيولاتري؟ انها بتمسك في الحته، مش انا قلت لك في 5 داش يو تي ار؟ اه. طب هو في 3 داش يو تي ار عند الثلاثة داش في حتة كده ان ترانسليت ما بتتركبش اسمها ثلاثة داش يو تي ار، دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان المايكرو ار ان اي دي تروح تلزق فيه، دي موجودة. طب ما انت قلت لي الحتة اللي اسمها دي، انا اقول لك الحتة اللي قبل الجين دي اسمها ثلاثة داش يو تي ار، اللي هي ما بين الجين الجزء اللي بيحصل له ترانسليبشن وما بين الجين دي اسمها ثلاثة داش يو تي ار، دي وظيفتها ان بيروح تمسك فيها الار ان ايز الصغيره دي عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل ريجوليشن اوف ذا جين اكسبريشن. اوكي؟ يبقى دي بيسموها ايه؟ ريجولاتوري ار ان ايز. اوكي؟ عن طريق انها بتعمل ديجراديشن للترانسليشنال بروتين او تعمل ترانسليشنال ريبريشن. المهم هنتكلم بعد كده عليها بالتفصيل، بس اديك عرفت يعني ايه؟ بي بودز ويعني ايه كواليتي كنترول للخلايا. طيب تعالى بقى اقول لك يعني ايه بقى احنا قلنا التشاين والكوزاك. قلنا التشاين والكوزاك. طب خلاص. طيب اقول لك بس مثال لحته الكوزاك دي. عارف الثلاسيميا الالفا ثلاسيميا؟ مش في ثلاسيميا انترميديا؟ الثلاسيميا انترميديا دي بيبقى العيب فيها خلل في الحته اللي هي الكوزاك. ماشي. الكوزاك دي هي الايه؟ اللي هي ال 5 داش يو تي ار. لما بيحصل خلل في ال 5 داش يو تي ار، خلل في تتابع معين من القواعد النيتروجينيه اسمه الجي سي سي. ثواني بس اجيب القلم. الجي سي سي بيتحول الى سي سي. سي سي وش الخراب؟ الخليه، الخراب على الخليه. ولا يوجد هنا اي ايحاءات سياسيه. تحول الجي سي سي الى سي سي سي، فيعمل خراب على الخليه عن طريق التاثير في ال 5 داش يو اي ار، فيعمل خلل في الجين اللي هو بتاع البيتا جلوبين، فيعمل ثلاسيميا انترميديا. طيب تعالى بقى، انت عمال تقول لي ترانسكريبشن فاكتورز ترانسكريبشن فاكتورز، ما هي الترانسكريبشن فاكتورز؟ ترانسكريبشن فاكتورز نوعين،
جنرال وسبيسيفيك. الحته دي انا كنت عايز اسيبها للمره الجايه بس نقولها النهارده عشان نبقى خلصنا ترانسكريبشن. في القلم. طيب ترانسكريبشن فاكتورز عباره عن مجموعه من البروتينات بتروح تمسك في الدي ان اي عشان تخلي الار ان اي بوليميريز يمسك في البروموتر عشان يبدا الترانسكريبشن. عشان كده سميناها ترانسكريبشن فاكتور عشان هي بتخلي الار ان اي يروح للبروموتر. اوكي ار ان اي يروح للبروموتر عن طريق الترانسكريبشن، فهي المسؤوله عن ان يحصل انتاج للبروتين اتحاد مع البروموتر. طب انا قلت جنرال وسبيسيفيك وقلت لك قبل كده ان الجنرال تبدا التفاعل ان هي تمسك في البروموتر وتخلي الار ان اي بوليمريز يبدا الترانسكريبشن. امال السبيسيفيك بتمسك في ايه؟ ما بتمسكش في البروموتر، ده بتروح تمسك في الانهانسر والسايلنسر. انا عايز ازود الانتاج اروح امسك في السايلنسر في الانهانسر، عاوز اقلل الانتاج اروح امسك في السايلنسر. اوكي طيب تعالى بقى ايه اديك شويه امثله كده نختم بيها الموضوع. هرمون الكورتيزون، ثواني نجيب القلم. هرمون الكورتيزون، الكورتيزون له ريسبتور، الريسبتور الكورتيزول على فكره من الحاجات اللي الريسبتور بتاعها انتراسيلولار زيه زي فيتامين دي زيه زي فيتامين اي كده. الريسبتور بتاعه انتراسيلولار ريسبتور اهو ده الريسبتور. اوكي الكورتيزون يروح يمسك فيه، كورتيزون زائد ريسبتور. طب عايز يشتغل؟ اه اقول لك انت مش هتشتغل يا كورتيزون الا لما يجي يمسك فيك الترانسكريبشن فاكتور. انهي نوع بقى من الترانسكريبشن فاكتور؟ انا هنا بشغل بروتين ولا بنتج بروتين؟ لا ده البروتين انتج خلاص، ده انا ما هو الكورتيزول ده هرمون والهرمون بروتين انتج خلاص، ده انا بشغله وانا بعمل زياده في سرعه التفاعل. اذا هذا الترانسكريبشن فاكتور اسمه سبيسيفيك ترانسكريبشن. خلاص الثلاثه دول بيعملوا لي كومبلكس ياتي الزنك، حاجه اسمها كده الزنك فينجر. والزنك فينجر دي مهمه في فيتامين دي ومهمه في فيتامين اي كمان ومهمه في حاجات كتيره، لكن الزنك فينجر يجي يمسك فيهم مع بعض ويوجههم ياخدهم كده ناحيه ايه؟ ناحيه الانهانسر. مش احنا قلنا ده سبيسيفيك؟ اه يبقى هيروح فين؟ مش هيروح للبروموتر، هيروح على الانهانسر عشان يخليه يشتغل. طيب الانهانسر ده الحته اللي بيمسك فيها الانهانسر، الانهانسر ده له انواع، لكن الحته اللي بيمسك فيها الكومبلكس ده اسمها هرمون ريسبتور اليمنت. فده هو ده الانهانسر اللي بيزود الترانسكريبشن او بيزود انتاج شغل الكورتيزول هرمون، اسمه اتش ار اي هرمون ريسبتور اليمنت. اول ما يمسك فيه، اول ما يجي الاتش ار الكومبلكس ده يمسك في الاتش ار اي على طول يزود الجين اكسبريشن ويزود سرعه التفاعل ويزود انتاج ال كورتيزون بيطلع كتير 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 ويعمل شغل كتير. الميكانيزم دي هي نفس الميكانيزم بتاعت فيتامين دي. يجي فيتامين دي هنا الريسبتور بتاعه برضو جوه الخليه انتراسيلولار ريسبتور، ويجي معاه سبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتور، بس بقى بدل ما هو هرمون ريسبتور اليمنت اسمه فيتامين دي انهانسر في دي اي، يروح يمسك في الفي دي اي يزود انتاج الفيتامين دي، وبالتالي بعد ما يزود انتاج الفيتامين دي يعمل ستيموليشن بقى للكالسيوم ابتيك في الانتستين ويقلل الاكسكريشن اوف كالسيوم ويشتغل على الكلى ويشتغل على الحاجات دي كلها. نبقى نتكلم بقى عن التفاصيل دي في الكيمياء ان شاء الله. فيتامين اي، شيل فيتامين دي حط فيتامين اي. فاكرين لما كنا في الجروب بنتكلم على حاجه اسمها القطره؟ القطره ده اللي هو الاول ترانس ريتينويك اسيد
وقلنا ان الام 3 اللوكيميا تعالج بفيتامين اي صح، بس هناك خلل في الفيتامين اي ريسبتور فبندي حاجه اسمها فيتامين اي اول ترانس اللي هي تعبر الريسبتور دي خلاص. وقلنا ان الخلل في الام 3 ده في الرارة، الرار ده اللي هو الايه الريتينويد ريسبتور اللي هو ده اسمه ايه الفيتامين اي ريسبتور ريتينويد اسيد ريسبتور الفيتامين اي ريسبتور هو ده الريسبتور ده اللي هو بتاع فيتامين اي. يجي برضو سبيسيفيك ترانس اللي هو سبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتور بتاع الفيتامين اي اسمه برضو الريتينويك اسيد ار اكس ار اي ار اكس ار ده اللي هو الايه اللي بيمسك ده الانهانسر اللي بيجي يمسك في الريسبتور ده. فانت بس تبقى عارف مجموعه من الامثله انا بشرحها لك عشان تبقى فاهم يعني ايه ترانسكريبشن فاكتور. مثلا الاتش ار اي ده عباره عن الانهانسر اللي بيجي فيه الترانسكريبشن فاكتور يمسك فيه. طب البي دي اي بتاع فيتامين دي، طب الار اكس ار ده بتاع، وهكذا كل انواع بما فيها بقى الجاك والستات هتسمع حاجات كتير زي دي البي ار ار اي والمثلا اللي هو بتاع الجاما انترفيرون ده كان اسمه ايه، كان اسمه جاز جي اس اللي هو الجاما انترفيرون اسوشيتد سيكونس. المهم لكل حاجه كده لكل نوع من انواع البروتين في نوع من الترانسكريبشن فاكتور بيمسك فيه الانهانسر المحدد له اللي هو بيزود سرعه التفاعل بتاعه. اوكي كده احنا خلصنا الجزء بتاع الترانسكريبشن، والمره الجايه ان شاء الله ناخد الترانسليشن. دقيقتين كده بس اسئله، لو حد عنده اي سؤال يتفضل. اي اسئله يا شباب؟ طيب كده نهينا محاضرة النهاردة، ذاكروها كويس وان شاء الله المرة الجاية بقى نكمل الترانسليشن. الترانسليشن هياخد جزء صغير كده، فهنا ممكن ناخد بقى ايه حتة في الجينيتكس معاك كمان ان شاء الله يعني. ونبدأ بقى ندخل في الامراض يعني. تمام، اشكركم وبالتوفيق لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.